رح نحكي عن سوريا يلي بتبقى فيها الأيادي البيضاء دائما ممدودة لرعاية كل محتاج، خاصة الأطفال منهم اللي هن أمل سوريا ومستقبلها المشرق. فعلى مدار العام يبقى اليتيم محط أنظار وعناية العديد من الجهات والجمعيات الخيرية التي تعنى بالطفولة وتحاول في كل مرة رسم بسمة جديدة على وجوه أتعبها ألم الفقدان. وبرعاية السيدة الأولى أسماء الأسد، أحيت سوريا أسبوع اليتيم العالمي ضمن فعالية لنرسم البسمة الجزء الثالث بمشاركة العديد من الجهات والجمعيات التنموية والخيرية التي تعنى بالطفولة واليتيم. كيف كانت أجواء الفعالية رح نتابعها مع بعض، لكن بالبداية بدي رحب بضيوفنا المتواجدين معنا لليوم بجمعية لمسة شفا، الأستاذة لمى الصعيدي وهي أحد منظمين الحفل ضمن فعالية لنرسم البسمة، وليلى عطار مسؤولة المتطوعين بالجمعية. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يعني نحن رح نبلش نحكي عن تفاصيل الفعالية أكثر، ولكن بالبداية خلينا نشوف أجواء الفعالية ونرجع. تحت رعاية السيدة أسماء الأسد أحيت سوريا أسبوع اليتيم العالمي عبر فعالية حملت عنوان لنرسم البسمة ثلاثة بمشاركة العديد من الجمعيات الخيرية والتنموية ودور الأيتام التي تقاسمت العمل والمهام فيما بينها. كل سنة نحن هي ثالث سنة على مدارها نحن بنحتفل بعيد اليتيم العالمي، ونحن جمعية لمسة شفا بنعمل عمليات للأيتام وللفقراء وللمهجرين. نحن مو بس هذا اليوم بنشارك فيه، يعني الفرحة مو بس بيوم معين، فنحن عنا طول السنة بنرعى الأيتام ودائما لهم الفرحة والبسمة دائما بوجههم. عنا أطفال كبار متطوعين عنا بالجمعية، وهن لو أيتام بس هن حيساعدوا الأولاد الأصغر يلي وضع بسمة على الأولاد وباقي الأطفال. السنة حبينا يكون في مشاركة تنظيمياً وتطوعياً مع جمعية لمسة شفا والجمعيات المشاركة. كان في هدف كتير كبير إنه نجمع كل النشاطات المتطوعين واللي بيقدموا للأطفال معنى كتير كبير لهذا اليوم اللي هو أسبوع اليتيم العالمي. ما يقارب 1500 يتيم سوري حضروا من مختلف دور الأيتام والجمعيات في سوريا للمشاركة في يوم مفتوح خصص لهم ضم العديد من المحطات والنشاطات الترفيهية وتقديم الهدايا. جيت لحتى أرسم على وش رفقاتي وأخواتي هي بسمة، وخصوصا باليوم اللي كتير مهم لهم. اليوم لعبنا وتسلمنا، هلا بدنا نلعب كرة قدم وبعد بدنا نروح ناكل حلو. احنا كثير مبسوطين هون هلا وجايين فاتين، يعني مشان نبسط ولا نرسم على وشنا، ولانه في كثير شغلات نسويها. انبسطنا كثير اليوم، شاركنا كثير، قرأنا قصص، رسمنا، اكلنا بوشاو وعملوا لنا مهرجان عم بلون. اجيت مع رفقاتي اليوم وكتير كتير مبسوطة. يوم اجينا لهون حتى ننبسط كتير وفي العاب ونتسلى كله. مئات المتطوعون وعشرات الساعات وكثير من التنظيم والوقت اسمي بسمة جديدة والاحتفاء بأطفال سوريا ضمن أسبوع اليتيم العالمي. لما كنت عم تخبرينا تحت الهواء انه كان في كتير اجواء كانت حلوه والاطفال كانوا كتير سعيدين، خبرينا عن لمسه شفا هالجمعيه، كيف حضرت لهالفعاليه هالسنه؟ نحن بعد النجاح اللي حققناه بنرسم البسمه واحد واثنين كتير كنا هلا كمان حابين نرسم بسمه كمان دائما، هيك بنحب انه نفرح الاولاد ونعمل لهم شيء جديد. الحمد لله قدرنا نبسطهم، يعني زبطنا أمورنا أنه يكون في فعاليات جديدة بالاحتفالية،
وحبينا نلعبهم أشياء جديدة. التنظيم كان كتير حلو، دخلوا يعني ما بعرف تبي أحكي لك كيف كان. تفضلي. هنن أول شيء كانوا دخلوا أخذوا طبعا البوب كورن، هنن كتير بينبسطوا بياكلوا هذا، أخذوا بوب كورن قعدوا حضروا مسرحية لحن الحياة. المسرح ايه هنن مجموعتين كرمالك ولنرس نريد أن نفرح عملت مسرحية هاتفة توعوية كتير انبسطوا فيها، مدتها 25 دقيقة، كتير تفاعلوا معهم يعني تحسيهم، حتى الأولاد قعدوا سمعوا انبسطوا فيها. بعد منها كمان كان في رسم على الوجه، قروا ياخذوا قصة بيقروها وبياخذوها معهم طبعا. كمان كان في معنا المنتخب السوري ثلاث لاعبين او اربع لاعبين اجوا شاركونا، لعبون شوي منتخب كرة قدم ومنتخب باسكتبول، لعبون وانبسطوا وزبط يعني هيك. يعني في كمان تشجيع يمكن للمواهب طبعا حتى. طبعا لو تشوفي الصبيان يعني طار عقلهم انه هي لعيبه منتخب السوري جايين معنا، يعني حتى شافوا عرضنا لهم على الشاشه الاهداف اللي عملوها، وكان في معلق رياضي صار هن عم يلعبوا صار يعلق كيف عم يلعبوا. بعد منها كمان كان في عنا لحن الحياه مشاركه، قدمت لهم كب كيكس صاروا يزينوها حلو. يعني كل جمعيه كان لها بصمه، كان لها بصمه يعني بما انه عم نحكي يمكن عن هي الادوار، اكيد دور المتطوعين دائما هو دور كثير اساسي بنجاح اي فعاليه. خلينا نحكي عن دور المتطوعين وخصوصا انه كان معكم جمعيات اخرى مشاركه. تمام، يعني كان الحمد لله الحفل كثير ناجح وكان في تنظيم، الكل اللي كان متساعد، يعني ما حدا كان عم يقول انه انا بس مسؤول عن قسمي مالي علاقه، لا. يعني هالسنه حبيت فكره جديده انه التكافل بين الجمعيات، انه كلهم حبوا ينجحوا هالعمل ويبسطوا يعني الايتام. الايتام عفوا المتطوعين جمعناهم قبل بفتره وحكينا لهم انه وين لازم كل حدا، يعني قسمناهم اقسام وكل واحد عن انه قسم مسؤول، ودر يعني شرحنا لهم قسم قسم مشان يعرفوا كيف يتعاملوا مع الطفل، كيف يفوتوا كيف يحكوا معه، كيف الطريقه التنظيميه مثلا يفوتوا من هون يطلعوا من هون، يعني ما يكون في يعني تضارب بين الاقسام. وطبعا نتشكر كل الجمعيات اللي ساهمت معنا، كثير كان دور حلو. والمسرحيه السنه هي الفكره الجديده، فكره انه لازم هالجيل يتوعى بموضوع يعني التوعيه عن موضوع التحرش الجنسي، يعني فالولاد قاعدين وهي عم تشرح لهم الصبيه، يعني كثير سجلوا معها يعني موضوع كثير مهم. كانت هي الفكره الجديده انه نوعيهم بهالموضوع هذا، يعني مواضيع توعويه وايضا تنميه مهارات وكمان استثمار المواهب، هي كلها كنتوا انتم عم تسعوا لها جمعيه لمسه شفاء. لكن دائما اليتيم له حصه كثير كبيره عندكم، دائما هالجمعيه تعنى باليتيم وبتهتم فيه من كافه الجوانب، ليش اخترتوا هالمسار؟ هلا دائما اليتيم له يعني له شيء مميز لازم نرعاه، لازم نكون معهم يعني دائما، يعني شوي فرحي قلبهم، يعني هو صح نهار يمكن بس هالنهار بحسوه كثير شيء حلو، يعني ما بصدقوا وهن تعودوا عليه، صار لازم دائما تقليد يعني سنوي لكن ايه انه بيجوا مبسوطين حتى وقت اللي بيطلعوا بتحسيهم انه شكرا من قلبهم، يعني بتحسيهم طالعين انه مبسوطين فعلا، رسمت البسمه على وجههم يعني انه بيحسوا حالهم غير، يعني طلعوا من الدار عندهم لشيء مميز، شيء حلو، شيء يحسوا فيه انه اجتمعوا مع بعض، شافوا رفقاتهم لعبوا معهم بغير اكيد لمست هي لمسه بالنهايه، لمسه شفاء اكيد لمسه بترسم بسمه. خلينا نحكي يمكن ايضا عن شيء الجديد يمكن اللي عم بتحضروا له حاليا غير هي الفعاليه اللي هي دائما بتعملوها كل سنه. اي تمام، هلا نحن الشيء الجديد عندنا في قسم غسيل كليه، نحن من هذيك السنه حكينا لكم عنه والحمد لله بعد يعني محققنا النجاح فيه، وفتحنا قسم ثاني كمان غسيل كليه فرع ثاني، وفي هلا الجديد تبعنا هو لمسه شفا 2 هي بالميدان، كمان طبابه وكفاله ايتام وكفاله طلاب علم.
يعني نفس النشاطات والمشاريع اللي عندنا فتحنا فيها فرع ثاني مشان الناس اللي مثلا مناطق بعيده ممكن يلاقوا الميدان مثلا اقرب او مثلا تقدر تخدم لمناطق اقرب لهم. وبضل طبعا احنا نشاطاتنا وكلها موجوده نفس الطبابه وغسيل كليه وكفاله طلاب علم والايتام. نحن الايتام عندنا انا مسؤوله الايتام بالجمعيه يعني الحجه مها هي كثير بتعتني بالايتام وعندنا قسم كبير لهم وكل شهرين لهم مثلا مونه ومعاش ولباس وكل سنه قبل المدرسه في عندنا لنعود الى المدرسه حمله بنقدم لهم شناتي ولبس واهم شيء طبعا الحفله اللي مستناها كل سنه هي اللي نرسم البسمه ان شاء الله يا رب هيك الله يقدرنا نضل نقدر نرسم البسمه على وجوه يعني بلعب. نحن اكيد نتمنى دائما هاللمسه تكون بالفعل شفاء لكل حدا بيحتاج لمستكم. بدنا نشكركم كثير لوجودكم معنا اليوم نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكم وان شاء الله على طول بترسموا البسمه على وجوه اطفال سوريا. شكرا لكم.